أهلا بكم مشاهدينا مجددا. تتواصل ردود الأفعال المنددة بالإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. آخر هذه ردود الأفعال كانت من مجلس رؤساء الكنائس بالأردن وأيضا في فلسطين. معنا لمتابعة هذا الملف الدكتور عودي قواس، عضو اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي. أهلا بك دكتور. أهلا فيك أستاذ حاتم، يا أهلا يعني تحياتي. ترددت المواقف الكنسية المنددة بالإساءة الفرنسية الرسمية للدين الإسلامي، أطلعنا على أبرز هذه المواقف. سيدي طبعا الإساءة هي لكل رموز دينية وبالأخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه المواقف المنتشرة الآن على جميع المحاور المسيحية ابتداء من مجلس كنائس رؤساء الأردن، مجلس كنائس رؤساء فلسطين ممثله البطريرك يوفرس الثالث، نعم. على المستوى العالمي مجلس كنائس العالمي، وعلى المستوى الإقليمي مجلس كنائس الشرق الأوسط. دائما نحن المسيحيين الشرقيين الذين نفتخر بأن ثقافتنا هي ثقافة عربية إسلامية، نسجب تلك الدعوات وتلك وذلك التحريض ضد الرمز الديني الإسلامي والرمز الديني المسيحي والرموز الدينية كافة. إنما الغرب وللأسف، وخليني أقول الغرب المسيحي، لا يستطيع أن يتفهم موضوع العيش المشترك الذي نحن نفتخر فيه بالأخص في الأردن وفلسطين. فنحن شعب واحد، روح واحدة، بغض النظر عن الدين أو الأصل. فبالتالي الدين هو علاقة ربانية ما بيني وبين الله سبحانه وتعالى، أما السياسة التي يستغلها بالأخص ماكرون الآن وحملته واضحة جدا، ولكن تجاوزت كل الحدود. فإذا أراد أن يتدخل في السياسة اللبنانية فيجب أن يكون حذرا من أن لا يسيء إلى الرموز الدينية قطعيا. هي أسلوب استعماري قديم جديد نرفض بكافة الأشكال، وبالأخص عندما لا يفقه معنى التسامح الموجود في الدين المسيحي الإسلامي. نحن في الأردن إذا ما أردنا أن نتكلم عن موضوع أنه هل تعتقد بأن هذه الإساءات الصادرة من ماكرون وفرنسا الرسمية، يعني هل هناك أي خلفيات أيديولوجية؟ سيدي الخلفية الأيديولوجية الدينية غير موجودة، الخلفية الأيديولوجية الاستعمارية نعم موجودة، نعم. هو يظن حاله أنه لا يزال بالخمسة من عشر ولا السابع عشر، فبالتالي لا يوجد هناك في المسيحية ما يتهم أي ديانة أخرى أو يسجب أو يسيء إلى أي ديانة أخرى. فنحن نعترف بجميع الأديانات الإبراهيمية الثلاث، فبالتالي موقف ماكرون هو موقف استعماري، موقف بغيض، موقف من هو مفلت من نتيجة المشاكل الداخلية المتراكمة على عائله. طبعا بتبرر التدخلات الكثيرة اللي له ابتداء من مالي وانتهاء من الشرق الأوسط، فبالتالي يريد أن يظهر فرنسا وكأنها قوة عظمى، علما بأنه المحكمة العدل الأوروبية أخرجت قرار مؤخرا يمكن قبل 10 أيام بأنه الإساءة للرموز الدينية كافة لا يعتبر كجزء من حرية التعبير. يعني حرية التعبير عندهم تكون فقط عند الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، أما عندما تنتقد السياسة الصهيونية لا تكون حرية التعبير بل تكون ضد السامية، وكأن السامية هي السياسة الصهيونية واليهودية للمحتل فلسطين. فبالتالي المشكلة أكبر من أن يكون هناك أيديولوجية دينية هي وراء هذا الموقف، لأنه في فرنسا في أكثر من مليون مسلم على موضوع فرنسيين أصليين، فإذا كان يحترم التعددية فهمت علي كيف؟ نعم. كان من الواجب عليه أن يعي ماذا تعني هذه التصريحات البغيضة التي صرحها. فنحن نقول ندعم حملة لا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الموضوع يمس الجميع. اليوم كانت الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم محمد، غدا ستكون الإساءة لعيسى له المجد، بعد غد سيكون لإبراهيم أو ما أشبه بذلك. فبالتالي الرموز الدينية هي يجب أن تكون أعلى من أي تناحر سياسي ولأي سبب إن كان. دكتور، إلى أي مدى تعتقد بأن هذه الإساءات يعني تنعكس في نظرة المجتمعات الغربية للمجتمعات العربية؟ سيدي هي تنعكس، يعني هي عبارة عن تحريض، هي تشعل نار الفتنة، تشجع العنف والتطرف، فهمت علي كيف؟ نعم. فبالتالي يجب أن يعوا سياسيين وبالأخص بأن هذه المواضيع تجهد
كافة ما يحاول الأردن أن يقوم به من موضوع التسامح، إن كان من خلال رسالة عمان أو كان من خلال الوهام أو من كان عدة مبادرات على المستوى الدولي قام فيها الأردن بسياسته، لأن الأردن تعتبر هي من المناطق النادرة الوجود في قضية العيش المشترك ما بين المسلمين والمسيحيين في منطقة الشرق الأوسط وحتى في العالم أجمع. دكتور عودة قواس، عضو اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي، شكرا جزيلا لك. يعني أيضا مشاهدنا في ذات السياق، نظم حزب جبهة العمل الإسلامي وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية، خلينا نشوف هذه الوقفة.